بمناسبة عيد الاستقلال، أقامت الكنيسة الأرثوذكسية صلاة المجدلة الكبرى احتفالاً بعيد الاستقلال 78 واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش. وبعد انتهاء الليتورجية التي ترأسها سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس في كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بخلدة، رفعت الصلاة ابتهالاً لله ليحفظ الأردن وطناً وقيادة وحكومة وشعباً. وقال سيادته بهذه المناسبة: تتكرر ذكرى الاستقلال ونحن نتمتع بنعمتي الاستقرار والأمان، وهي نعم قد لا يعرف قيمتها الحقيقية إلا من فقدها. ومن هذا المقام نحيي جهود جلالته والحكومة الأردنية الداعمة لفلسطين ومقدساتها المسيحية والإسلامية. شارك في الخدمة جمع من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور ضباط القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة وسط جمهور المؤمنين وأبناء الرعية. وبعد انتهاء القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة، حيث عرضت في قاعتها فقرات موسيقية وفنية قدمتها موسيقات القوات المسلحة احتفالاً بالمناسبة المجيدة.